مساكم بكل خير. كالعادة خطوط السعودية لابد من التأخير ساعة أو ساعة ونص متعودين. قلنا نسمعكم من الجديد الجديد. يقول أنا والليالى السود ومصارع الأيام، كتبنا مسلسل للحياة وتجاربها، لو نوثق في مؤسسة تنتج الأفلام خذا جائزة هوليود من أعلى مراتبها. تجارب كثيرة صعب يدريبها الإعلام، الإعلام ما كل الحقائق يجيك بها، بعضها تزيد العزم لمعانق الأحلام وبعضها مريرة والمواجع تقلبها. ومن حقي أعرج عليها بروس أقلام، أتوه بعض ناس وبعض ناس أخاطبها من المشهد الأول، وعمري 12 عام بعد خليت الديرة وطفيت كهاربها وعم الهدوء الأرض والعالمين نيامة عد النجوم المستقلة وراقبها غفى قلبي إلا العقل باقي بصحو تام. وبدت رحلتن لازلت أقصد ضرايبها على ظهر عوصن درهمت بي بدون أخطام، على كيفها ما هو على كيف راكبها. طوت بي فجوج الأرض بالركض والدرهام، تقول انت براها جنون تلاعبها، تحدى ان يستسلم وانا ضد الاستسلام، احسب اني اسيطر عليها وودبها. وطشتني بصيف اليمن عقب برد الشام، تركت اسهل الطرق وتعديت لاصعبها، ما يمديني ارجع ولا راضي حقول الغام وديبانها، تشتال يمي عقاربها. تذكرت طوبى للغريبين في الإسلام، لكن غربتي ما هي بهذه سبايبها. سلامتك.